السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج هدى للمتقين. ربنا يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من المهتدين ومن المتقين. حلقة النهاردة استكمال للحلقات السابقة من سورة البقرة والآية رقم 233. الآية دي ممكن نقول عنوانها الاسترضاع بأجر، أحكام الرضاع يعني، ومدة الرضاع، وهذه الأحكام المرتبطة بالموضوع ده. الآية 233 من سورة البقرة. نفتح المصاحف مع بعض وتعالوا نقرأ هذه الآيات ونقوم بشرحها بعد قراءتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الوقف الأول ممكن نقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ده وقف، وبعدين لمن أراد أن يتم الرضاعة ممكن نوصل فيها زي أنا ما وقفت كده في التلاوة بتاعة النهاردة. تعالوا نشوف إيه معنى الكلام ده. والوالدات يرضعن يعني الأمهات يقمن بعملية إرضاع الأطفال. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. كلمة حول يقصد بها عام أو سنة كاملة. كاملين بنقول صفة بتؤكد الفترة الزمنية دي. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. مسألة السنتين دول مسألة يعني أنتوا أحرار فيها بما يعود بالمصلحة على الطفل. مش لازم نرضعه سنتين، ممكن يكون أقل من ده، بعدين نعلمه يعتمد على نفسه ويأكل الأكل الملائم له ولسنه. وعلى المولود له، المولود له اللي هو مين؟ الأب. تعالوا بصوا الآية شوفوا عشان تفهموها كويس، ياريت تكون المصاحف مفتوحة معاكم لأنه ده بيسهل عليكم الفهم أكتر. شوفوا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهمنا الجزء الأول من الآية. لمن أراد أن يتم الرضاعة فهمناه. وعلى المولود له، إيه كلمة بقى وعلى المولود له؟ يعني الأب. على يبقى ربنا فرض على الأب بقى، هو بيفرض على الأب، أب المولود سواء ذكر أو أنثى. وعلى المولود له رزقهن،
وكسوتهن بالمعروف. يعني ايه؟ يعني الاب الوالد، يعني انت واجب عليك انك تطعم ام المولود اللي هي بترضعه. الست اللي بترضع دي انت واجب عليك انك انت تطعمها وتجيب لها الطلبات بتاعتها وتجيب لها الكسوة بتاعتها، علشان خاطر ممكن يحدث زواج، فلما يحصل زواج يحصل نتاج عنه ان هي تحمل، فممكن يحصل طلاق قبل الولادة. أيوة، ممكن يحدث طلاق قبل الولادة، تتطلق وهي حامل. فلما تطلق وهي حامل ربنا أمرك إنك أنت يا أبو المولود تجيب لأم المولود الأكل والشرب والكسوة في فترة ما هي بترضعها. وعلى المولود له الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على قد ما تقدر بالمعروف. يبقى كلمة بالمعروف معناها في حدودك، اوعى ما تجيب لهاش وما تنفقش عليها وهي بترضع أولادك حتى لو هي طلقت. بالمعروف على قد ما تقدر. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا الآية كانت موجودة دلوقتي، لا تكلف نفس إلا وسعها. يعني إيه لا تكلف نفس إلا وسعها؟ يعني ربنا ما حملكش حاجة أنت ما تقدرش تعملها. الحاجة اللي تقدر تعملها اعملها، ما تقدرش خلاص. وسع يبقى الطاقة، الوسع بتاعك يعني طاقتك على قد ما تقدر. لو ما تقدرش خلاص، دي حاجة ما تقدرش تعملها خلاص. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها. اوعى تضر أم المولود بسبب الرضاعة، اوعى تضرها. يعني ايه تضرها؟ يعني تكرهها على ان هي ترضع الولد. واخدين بالكم؟ المسألة دي تتم بالتراضي. شفتوا حق الطفل الصغير اللي بيرضع ده؟ فربنا يكلم الراجل ويكلم الست يقول له اوعى يا راجل تضر الست اللي ربنا أكرمك منها بمولود ذكر أو أنثى، اوعى تضرها وتحملها ما لا طاقة لها به فيحدث طلاق، وما تدهاش نفقة رضاع، وما تدهاش الكسوة بتاعتها في أيام ما هي بترضع، فتضرها بسبب انك انت بترغمها على ان تقوم بارضاع المولود بتاعك. لا تضر والده بولدها، يعني لو هي امتنعت عن ان هي ترضع فانت تكرهها بالعافيه ان هي لازم ترضع من غير حاجه يعني. ولا مولود له بولده. يعني ايه ولا مولود له؟ يعني كمان زي ما بنضرش الست ما نضرش الاب. الله، يعني شوف شوف الادب، شوفوا الإسلام ده. الله الله أكبر، الله أكبر. يعني لا تضر الست ولا نضر الراجل. ولا مولود، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي بسبب الولد فيحمل الأب فوق طاقته. أيوة بقى، خليه يجيب ويجيب 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 ويجيب، ما يقدرش الأب يعمل الحاجات دي. فربنا بيقول لك يا بنت الناس، حتى لا قدر الله حصل خلاف بينك وبينه، خدي من الراجل ده بعد ما طلقك وانت بترضعي اولاده او ابنه او بنته، خدي منه على قده، ما تحملهوش حاجه فوق ايه؟ فوق طاقته. وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث، مين هو الوارث؟ قال لك الست اللي بترضع دي لازم تاخد اجره على الرضاعه. هتاخد من مين؟ تاخد من زوجها. طب افرض المولود ده هو عنده ميراث، عنده مال كتير قوي، غني، اهو لسه طفل صغير بس عنده فلوس بتاعته. فالاب امتنع عن انه يدفع الفلوس، فللزوجه اللي هي الام اللي كانت زوجة الراجل ده بقى بترضع ابنها، تاخد حق الرضاعه من ميراث ابنها، من فلوس ابنها. طب نفترض ان المولود ده ما عندوش مال،
بس ممكن لما يكبر هيبقى عنده فلوس وهيبقى له ورثة. فقال لك إن الأم تاخد من فلوس الورثة وعلى الوارث، طالما إن المولود صغير وما عندوش مال، الوارث بعد المولود ده ما يكبر ويبقى كبير وبتاعه، فهيبقى عنده تركة ولا حاجة، فهيورثوا ناس، فاللي هيورثوه دول قال لك هم يتحملوا نفقة الرضاعة بتاعته في الحالة دي، وعلى الوارث مثل ذلك. وإن أراد فصالا، احنا قلنا ايه بالمعروف، عرفناها بالمعروف بالاثنين بقى، بالمعروف الراجل هيدفع بالمعروف والست ايه هتاخد بالمعروف، وما تضرش الست ولا تضر الراجل، تمشي بالميزان بينهم. فإن أراد فصالا، يعني كلمة فصالا يعني كلمة فصالا يعني فطاما، لو الأب والأم اتفقوا انه خلاص بقى لمصلحة الابن ما احناش هنفطمه. طب ليه القرآن جاب كلمة فصال؟ أصل كلمة فصال مش معناها طلاق، ماشي؟ ما احنا قلنا من الأول هم ممكن يكونوا أصلا الطلاق تم. فإن أراد فصالا يعني تفصل الولد عن أمه في الرضاع، خلاص يستغني عن ثدي أمه، ما يرضعش من أمه، يأكل، تعمل له جزراية، تعمل له أرنبتاية، تعمل له شوية رز صغيرين، تعمل له أي حاجة على قده كده، واخدين بالكم؟ فإن أراد فصالا، ليه كلمة فصالا؟ قال لك لأنه بيفصل الولد عن أمه، عن ثدي أمه. فإن أراد فصالا عن تراض، يعني عن اتفاق وتشاور فيما بينهما بما يحقق المصلحة للصبي، للطفل الصغير ده، فلا جناح عليهما، يعني مفيش حرج، مفيش مشكلة، خلاص. أن تسترضعوا أولادكم، ممكن الأم ما ترضعش وتروح تجيب واحدة ترضع ابنها بالأجرة، تقول له انا مش هقدر ارضع، نجيب لها، نجيب مرضعه، وهي اللي تيجي وتتاخد ايه. ان تسترضعوا اولادكم، ثم بعد ذلك رب يقول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف. ما اتيتم يعني ما اعطيتمهن، ما سلمتمهن بالمعروف، بالجميل، حاجة كده إيه وإنت نفسك طيبة كده وما فيهاش أي إيه أي حرج. يعني حتى المسألة دي كمان الآيات القرآنية، سبحان الله العظيم، الآية العظيمة دي آية 233 في سورة البقرة شرحتها ببساطة وبسهولة كده، وقالت لكم يعني لو حصل أي مشكلة بينكم خلاص تتحل المشكلة دي بالشكل الفلاني. فأحكام مدة الرضاع قال لك انتوا ترجعوا فيها للمصلحة بتاعة الصبي، ممكن يقعد سنتين، ممكن يكون أقل من سنتين، يعني ما تفرحوش ان انتوا تكتروا في مدة الرضاع للطفل، ده مش في مصلحته، قال له يعتمد على نفسه، وطالما ان الدكتورة أو الدكتور بتاع الطفل قال لك خلاص ارفعي اللبن بتاعك عنه، يبقى نبدأ نعلمه ياكل ويشرب ويعتمد على نفسه، ده حاجة مهمة جدا. يعني القرآن ما بيسيبش أي حاجة إلا ويحكم فيها أبدا، بيحكم فيها بشكل صحيح وبشكل سليم. والشريعة الإسلامية شريعة تراحم وتعاون، صدق الله ما فرطنا في الكتاب من شيء. طبعا أحكام عظيمة جدا، أحكام يعني ربنا سبحانه وتعالى جعلها لمصلحة الناس، وجه أسيادنا الفقهاء علمونا برضو واستنبطوا أحكام إحنا بنستفيد بيها وبنتعلمها، وسبحان الله العظيم اجتهادهم كان اجتهاد رائع جدا، حتى إنه في مسائل فقهية في كتب التراث الإسلامي كانوا بيفترضوا حاجات ما كانتش موجودة في عصرهم. في حاجات استجدت في عصرنا ما كانتش موجودة على أيامهم، بس هم كانوا بيشغلوا دماغهم وكانوا بيستنبطوا أحكام وكانوا بيقيسوا على الحاجات اللي كانت موجودة عندهم أو الحاجات اللي ممكن في المستقبل تكون موجودة، وده من سعة فقه هؤلاء. فما تغتروش بأي حد يطلع ويسب في كتب التراث. قبل ما أخذ اتصالات عايز أقول رسالة صغيرة قوي. في شخص كده كان بيطلع، هو بيطلع كده إيه في محطة فضائية وبيعمل برنامج له. الشخص ده ما بيعرفش يقرأ قرآن صح. أيوة يا إسلام يا بحيري، والله ما بتعرف تقرأ قرآن صح. جبت مقطع ليا وأنا بتكلم فيه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المتفق عليه عن النساء ناقصات عقل ودين، وقعدت تتريق على كلامي وأنا بشرح وبقول إنه نقصان العقل، النقصان هنا مش نقصان في طريقة التفكير، ده نقصان في الكم،
دي رسائل ماجستير ودكتوراه لمتخصصين مش عرب ومش مسلمين، والكلام ده ممكن يثبته أو ينفيه الأطباء المتخصصين في إن حجم عقل الرجل في الكم أكبر من حجم في الكم من عقل الست. قاعد يتريق على كلامي وبتاع، سبحان الله العظيم، ده إن دل فإنما يدل على جهل فاضح عندك يا راجل. وجاب كلامي وقاعد يضحك ويكهكه، ولما استعنت بأطباء متخصصين أثبتوا هذه الأبحاث، وانتوا الناس المتخصصين ممكن يرجعوا الى هذا، انه الحجم بتاع المخ بتاع الراجل مش بطريقه التفكير، لانه طريقه التفكير ممكن ابقى طالب وطالبه والكلام ده انا قلته، ده بالنسبه لنقصان العقل. ممكن يكون هما الاثنين قاعدين في مدرج واحد في فصل واحد في فرقه واحده، والبنت تجيب امتياز والولد يشيل ماده واثنين وثلاثه. ناقصات عقل ودين، نقصان الدين سبحان الله العظيم، نقصان الدين مش معناه نقصان الحسنات، نقصان الدين لانه انت ربنا سبحانه وتعالى كست ربنا بيجعل لك انت في ايام بتحيضي فيها، فالنقصان هنا ربنا ما يكتبش عليك حاجه ويعيرك بيها. النقصان هنا نقصان ايه؟ نقصان تكليف. يا راجل صلي في كل ايامك، يا ست ما تصليش وانت حائض، فده نقصان تكليف، ده نقصان الدين. لكن ربنا اهو بتطلع اسلام تهرتل شويه وتقول لك انا ما بعملش، انا بكسب ارض. بتكسب ارض ايه والله؟ ده انت بتفضح نفسك بجهلك الفظيع. الله يصلح حالنا وحالك، انت حر، قدرنا كده. يا نسمة، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا نسمة. أهلا بك. أهلا بحضرتك. أنا كنت عايزة أسأل بس حضرتك سؤالين. الأول، أول سؤال، أنا معايا ولد من زوجي الأولاني. أيوه. فأنا ما بخليش يشوف ابني. ليه؟ اول شيء لاني بابا مدمن. بقى ايه اول شيء؟ إيه؟ مدمن. ايه هو مدمن؟ مدمن مخدرات. ماشي. وهو كان بياخد الحاجه دي قدام ابني. انا ابني دلوقتي عنده 6 سنين. ماشي. وهو مش انسان صالح ان انا يعني امن على ابني اللي هو يشوفه. ماشي. فلما هو طلب قبل كده اللي هو يشوفه، فانا قلت عايز يشوفه في مكان معين، وهي ساعه او نص ساعه. ماشي. فهو رفض، قال لا انا اهلي عايزين يشوفوه. ماشي. فانا رفضت. ماشي. انا رفضت بناء على خوفا على ابني ان انا ما اقدرش امنه عليه. نسمة بالله، طليقك مدمن؟ اقسم بالله العلي العظيم ان جوزي مدمن. جوزك ولا يا نسمة جوزك ولا طليقك؟ طليقي يعني. ايوه كده. ها كملي السؤال. فأنا خايفة، أنا بخاف يعني، أنا بخاف ربنا الحمد لله. طيب إيه اللي بعد كده؟ السؤال الثاني، أنا متزوجة دلوقتي. الحمد لله ربنا رزقني بزوج صالح، وعلى فكرة أنا كلمت حضرتك قبل كده بس في قناة تانية وحكيت لك على المشكلة بتاعتي. أختي زوجي لما قلت لك اللي هي عايزاني أمشي من البيت وأروح أقعد عند والدتي، إذا حضرتك كنت فاكرني. المشكلة دلوقتي إن أنا زوجي أنا ما بحكيلوش أي حاجة، انا ساكته ما بحكيلوش اي حاجه، هو دلوقتي مش موجود معايا، هو مسافر، فاهله بيحكوا له كل حاجه، فانا بسكت ما برضاش اتكلم لان انا عارفه ان هو في مشكله، فانا مش هزود عليه همه. فهو دلوقتي المفروض اللي هو طالب مني ان انا اروح اقعد عند والدته. شيخ انا اهله بيدعوا عليا ان انا ما اشوفش خلفه منه، بيتمنوا ان جوزي يطلقني النهارده قبل بكره، انا مش هتبلى عليهم وانا ما عملتش حاجه. المشكله ان انا ما عملتش حاجه وده مضايقني. المشكله الوحيده اللي ما بيني وما بينهم ان انا جوزي عنده 50 سنة وانا عندي 28 سنة، بس والله العظيم وربنا وحده يشهد عليا ان انا بحبه قد ايه. طيب انت ايه المشكلة انك تروح تقعدي بقى عند حماتك اللي هم بيعملوه معاكي؟ انا اضطرت من هناك يا شيخ، رحت لهم في العيد، يعتبر اضطرت، حمايا كان موجود وزوجي كان موجود واخواته الكبار كانوا موجودين، قعدت تدعي عليا وتحزن عليا وقعدت تعمل حاجات غريبه، انا ما قدرتش استحمل يعني. انا كنت مستنيه ان هم عايزين يجوزوه واحده تانية يا نسمه. لا المشكله يا شيخ مشكله فلوس، انا زوجي كريم جدا معاهم، انا بالنسبه لهم كده خدت منهم كل حاجه، مع اني اقسم بالله ما خدت حاجه. انت انجبتي من زوجك؟ ما انجبتش يا شيخ لسه لحد دلوقتي. لسه هو مسافر ان شاء الله. يرجع. بالله عليك ادعي لي ربنا يفك كربك يا رب ان شاء الله. ماشي يا نسمة، شكرا لك، شكرا لك.
والله مشاكل، ربنا يكون في عونك. خلينا ناخد بس السؤال الاولاني يا نسمة، بالنسبه للاب المدمن لا ما يشوفش، روح صلح نفسك، روح عالج نفسك، من حقك انك تشوف ابنك، لكن من حقنا ان احنا نخاف على ابننا. خليك راجل صالح، روح عالج نفسك، روح اي مصحه يتعالج من المخدرات عشان نخلي ابننا يشوف حد كويس. لو فضلت مدمن ملكش عندنا رؤية، ملكش عندنا أي حق. اعمل الواجب اللي عليك وهو إنك تكون بني آدم صالح عشان ابنك ما يشوفش القدوة بتاعته بالصورة دي وبالسوء ده. فإذا كان الحال كما ورد بالسؤال، من حقك إنك تعترضي على رؤية الأب المدمن لابنه، لأنه الولد في سن خطيرة، ممكن الولد يتعلم الإدمان من أبيه بهذه الصورة بهذه الطريقة. فحفاظا على تربية الولد لازم نخاف على الولد. أنت ما تصرفتيش غلط، الأب أي حد بيسمعني ما تزعلش، عايز تشوف ابنك على رأسنا، بس خليك بني آدم صالح، خليك بني آدم كويس. لكن تبقى مدمن وتيجي تقول لي عايز اشوف ابني واهلي عايزين يشوفوا ابني، طب ما انا هجيب ابني عندك عند اهلك هيشوفوه ويقعدوا معاه ويتكلموا معاه، فانت هتيجي وانت مدمن وهو هيشوفك وانت بتاخد المخدرات اللي بتاخدها فهتبوظ لي ابني. فالله الغني عن ان انت تفرض عليا شيء من هذا القبيل. ده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني هجاوبك عليه بس بعد ما اخد ام باسم. يا ام باسم سلام عليكم. يا أم باسم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا بيك. الله يكرمك. وطي التلفزيون يا أم باسم واسمعيني من سماعة التليفون. ماشي يا دكتور. ماشي. حضرتك عايز أسأل سؤال بس، يعني على زيارة المقابر للي هم 25، يعني الشباب، يعني أي حد يزور المقابر يعني اكتبوا له حرام ان احنا نروح نزور المقابر. للستات يعني تقصدي؟ ايوه يعني. ماشي. ايه تاني؟ سؤال تاني، يعني حضرتك ابني جاسم يعني ضعيف في التعليم، يعني في التعليم مع الاصحاب اللي في الحضانه. فانا لما ببص للي هو جنبه في نفس اللي رايح معاه يعني وكده، ببص له ببقى زعلانه من جوايا ان ابني مش متفوق زي بنت معاه في نفس الحضانه. فده حرام عليا، وعايزه حضرتك تدعي له ان ربنا يعني يفتح مخه كده ويخليه يعني يتعلم، يعني نفسي اشوفه متعلم كده، مش زي احسن من حد، عايزاه زي اللي هم كويسين، عايزاه بس يعني يبقى زي اللي هم متعلمين كويس، بس مش عايزه اكتر من كده. شكرا يا ام باسم. من حد يعني دعوه من حضرتك، وتقول لي برضو ادعي له ايه عشان خاطر ربنا يصلح حاله كده هو واخوه. حاضر، ربنا يصلح لك حالهم يا رب. في آية حلوة أوي في القرآن يقول الله فيها: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هذه الآية واصبوا عليها، يا رب هب لنا من أزواجنا. كلمة زوج تنفع للرجل وللست، يعني الدعوة دي ممكن يدعيها الزوج ويقصد زوجته، وممكن تدعي بها الزوجة وتقصد زوجها. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، يعني أولادنا، قرة أعين، يكونوا في أحسن صورة يا رب. يا رب. يا أمة الله. ازيك يا شيخ؟ طيب، بخير الحمد لله. لو سمحت عايزة رقم حضرتك عشان أتواصل معك بعد الحلقة، في عندي يعني استفسار لحاجة يعني. زيك هشام هيدي لك الرقم، تفضلي. ماشي. شكرا. ولو سمحت عايزة افضل يعني صيغة الواحد يستغفر بها، يعني افضل حاجه الواحد يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ولا في حاجه مثلا؟ حاضر اجاوبك. شكرا لك. السؤال الثاني بتاعك يا نسمة، ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب، يرزقك يا رب، يبارك لك يا رب، يبارك لك في زوجك ويرزقك الذريه الصالحه منه. يا ريت تسجلي اجابتي وترسليها الى زوجك، والكلام لأي زوج بيسمعني. شرعا ما ينفعش أغصب زوجتي إن هي تعيش مع أهلي، خاصة إذا كانت الزوجة مش مرغوبة من أهلي. يعني لو أهلي مش راغبين زوجتي ممكن،
ممكن إذا كان الحال كما ورد بالسؤال إن هم غيرانين منك، إنك أنت لسه صغيرة في السن، تقريبا عندك ما يقرب من 30 سنة وهو أكبر منك ب20 سنة، فهم طمعانين في حتة إن أنت متجوزة واحد أكبر منك ب20 سنة، وهم شايفين إن هو مستقبله المادي يبقى لهم هم بس، فيحاولوا إن هم يحولوا بينك وبينهم. أنا بقول له بالعقل وبالشرع وبالمنطق وبالأدب وبالحب اللي بينك وبينه وبالعقد الزواج اللي بينك وبينه، ما تعملش كده، ما تغصبش على زوجتك إن هي تعيش مع عند أهلك طالما الصورة بالشكل ده. أنت خليها قاعدة عند أهلها معززة مكرمة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا وترجع لها سالم آمن غانم، أو تاخدها هي معاك. لكن تخليها تعيش عند أهلك، لا، أنت هتوجع دماغك وهتجيب لنفسك وجع القلب. وعشان نكون واضحين، زوجتك بتحبك وأهلك بيحبوك بس عايزينك لهم، فهيبدأوا يعملوا لك مشاكل. هتجيب مشاكل لنفسك ليه؟ يا ابن الحلال، شيل ده عن ده، يرتاح ده من ده، ريح دماغك. وشرعا انت هات لي زوجتك إقامة لوحدها بعيد عنهم، سكن لوحدها، عايشة مع أهلها، انت معيشها في مكان آمن مطمئن، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك ولها السعادة والطمأنينة والحب والخير والبركة. أخونا ربيع، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عندي سؤالين. هات السؤال الأول. السؤال الأول، أنا مزرع أرض بالإيجار. ماشي. الناتج الربح أطلعه على المحصول ولا أطلعه فلوسي بالعشر؟ أنت تقصد الزكاة ولا تقصد إيه حبيبي؟ الزكاة. الزكاة. زكاة الزروع. زكاة الزروع. انت بتزرع ايه؟ يعني انا بزرع مثلا فاصوليا وبزرع قمح وبزرع ذرة، فبطلع مثلا بحصر الاجمالي وبطلع على الالف 50 جنيه. طيب هات السؤال الثاني يا عم ربيع. السؤال الثاني، انا اسمي عبد العظيم. عبد العظيم؟ ايوه. امال ربيع دي جاتني منين؟ ماشي عبد العظيم، انا اسف والله، سامحني. ماشي ماشي، ممكن تكون ودني. السؤال الثاني، ينفع ان انا ادي اولاد اخويا الزكاة بدون ان انا اعلمهم ان دي فلوس الزكاة؟ هم اولاد اخوك فقراء يا عم عبد العظيم؟ ابوهم متوفي وانا واخد ارضهم بالايجار. يعني هم فقراء ولا لا، ولا عندهم ارض؟ لا، هم عندهم ارض بس حالتهم تعبانه يا مولاني. يعني ايه عندهم؟ فهمني، يعني ايه عندهم ارض وحالتهم تعبانه؟ ارض بسيطه. يعني حاجات على قدهم، يعني ارض بسيطه، دخل بسيط ومعاش بسيط. يعني طب هقول لك يا عبد العظيم، الدخل بتاع اولاد اخوك في السنه يساوي كام من نفقتهم؟ يساوي اقل، يعني هو الدخل معاش والدهم عن ما تقوليش بالرقم بالظبط. انا هقول لك نموذج حلو، انا هفترض يا عبد العظيم ان ولاد اخوك بيصرفوا في السنة 10,000 جنيه في السنة، في 12 شهر، هل دخلهم 5,000؟ لا، دخلهم يعدي. يعدي 5,000. خلاص، اسمع الاجابة يا عبد العظيم. ماشي يا فندم، ماشي. السؤال اللي بعد كده يا أم باسم، الله يغفر لنا ولكم، الله يبارك لك في أولادك. زيارة المقابر للنساء حديث النبي صلى الله، أنا عندي رأيين في المسألة دي. الرأي الأولاني بيقول إن الستات ما ينفعش يروحوا المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. ده بالنسبة للرجال، ده الحديث بتاع النساء، أنا آسف، حديث النساء: لعن الله زوارات القبور. ده الحديث اللي كان قيل، ولما قيل هذا الحديث خص به النساء. ثم بعد ذلك كان فيه نهي في البداية عن زيارة القبور. ليه؟ لأن الناس في الفترة دي كانوا يا أم باسم بيعبدوا القبور، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة الإسلامية وعلى عقيدة التوحيد، فنهاهم عن الذهاب إلى القبور. ثم أذن له بعد ذلك فقال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها.
العلماء فريق قال ما ينفعش الستات يروحوا المقابر بدليل الحديث ده، الفريق الثاني قال لا هو النبي عليه الصلاة والسلام أذن، ولما أذن ما أذنش للرجال بس، أذن للرجال وللنساء، وقالوا إن الست لو راحت المقابر تروح في عدم حضور الرجال، ما يكونش فيه اختلاط يعني، وتروح وهي ملتزمة بالزي الشرعي، ما يكونش فيه أي حاجة مخالفة شرعية، ما تروحش هناك تلطم وتدعي وتشيل تراب وتحط على دماغها وتشق الهدوم بتاعتها والحاجات، تلطم الخدود وتشق الجيوب وتفعل هذه الأشياء، قالوا ده حرام. فلو راحت والتزمت وما يكونش حد رايح معها ورايحة للعظة والعبرة، إذا التزمت بالضبط الشرعية فهذا لا حرج فيه ولا مانع منه. يا أم بس هجاوبك على السؤال الثاني بعد ما أسمع أم رحمة. يا أم رحمة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا يا حضرة الشيخ مطلقة من يعني شهر، الله يكون في عونك. السبب الطلاق اني انا اتخنقت انا وحماي، انا جوزي من خارج مصر ما كانش يعرف عني حاجه. مين اللي ما يعرفش عنك حاجه؟ جوزي كان يقعد بالشهرين والثلاثه ما يكلمنيش. في نفس البيت؟ ايوه في البيت، كنت قاعده معاهم يعني بيت عيلة. انت عندك كم سنه يا ام رحمه؟ ايه عندك كم سنه؟ عندي انا اتجوزت عندي حوالي 29 سنه، انا عندي 33 سنه. ده انت قعدتي 4 سنين أو 5 سنين متزوجة؟ أي كملي يا بنتي. بس هو ما كانش يعرف عني حاجة، وكان إهانة وضرب ومد إيد وشتومة، وكنت أول ما أشكي لأهله كان يجوا معاه ما يجيش معايا. بس حصلت إني أنا معايا بنتي نازلة الصبح، نازلة قلت لها تعالي شقفة، جات لي تيتا وجدو، راحت نزلت في الشارع نازلة حافية ومبهدلة وشعرها منكوش، مسكتها أنا ضربتها عشان ما تنزلش كده تاني. راح الرجل الكبير مسكني ضربني وبهدلني وشدلي هدومي وعضني وبهدلني وقاعد يشتم فيه. طب هقولك على حاجة. كده المسألة دخلت في مسألة شخصية قوي وأسرية قوي، فخلينا نقول العنوان الرئيسي يعني ما نقولش تفصيل. بس المهم ان هو اول ما جه من السفر هي والدته جت عندي، ماشي، جت شتمتني واهنتني بعد ما انا مشيت، اتصل بحد من اهلي وقال له روح خد اختك. رحت انا مع اخوي، بس اول ما جيت هنا راحت امه جت للبيت هنا وبهدلتني وشتمتني قدام ابويا واخويا. انا الصراحه رديت عليه، بس رحت انا قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمني وخرب لي بيتي. اتصلوا بي، هو اتصل باخويا قال له انا نازل كل واحد يروح لحاله من غير ما يسمعني ولا يشوفني ولا يكلمني، وراح عند ناس عشان يفضوا الموضوع، ماشي. بعديها بيومين ثلاثه عرفت ان هي ماتت، يعني راحت الانعاش وبعديها بيومين ثلاثه ماتت. جايبين الذنب عليا ان انا موتها. يقول لي انت السبب في موت امي، انت السبب في موت امي، لو اني انا ماليش ذنب. طيب ايه سؤالك؟ انا سؤالي انا فعلا موتها ولا انا ذنبي عند مين؟ انا تعبانه نفسيا، فعلا تعبانه ان انا ما ظلمتش حد ولا ظلمتهوش. انا ما اعرفش يعني واحد يقعد بشهرين ثلاثه ما يعرفش عني حاجه، وامه جت حصلت حاجات وربنا اراد ان هي ربنا يرحم ياخدها يعني يرحمها. طب انا ذنبي انا فعلا، بس عايز اقول لك على حاجه. اه انت ما بتصبريش على حقك وانت بتردي رد صعب. ازاي يعني؟ عايزه تقولي حاجه تاني؟ حضرت الشيخ انا بنتي بتبكي وتقول انا عاوزه ابويا. عايزه تقولي حاجه تاني؟ لا شكرا. انا هجاوب. الله يصلح حالنا وحالك. هي ايه حكايه الموضوع ده؟ الاسبوع اللي فات حد اتصل بيا يقول لي انا كنت بتكلم مع قريبي حوار عادي خالص، وبعدين روح جات له ذبحه صدريه مات او جلطه، والنهارده اتصل بينا
أم رحمة وتقول اللي انتوا سمعتوه. ايه الحكاية؟ احنا لحد امتى هنفضل سلطاننا على بعض قوي كده؟ السؤال التاني بتاع أم باسم، يا أم باسم الله يبارك لك في أولادك يا رب، يا رب ادعي لهم كده باستمرار. بص يا أم باسم، كان في مسابقة اتعملت في أمريكا عن كم الذكاء عند الأطفال، اللي فاز فيها الطفل المصري، بس الظاهر إنه بعد كده الأطفال بيتحقنوا حقن غباء، فالدنيا بتضيع مننا. الطفل الأسلوب في التلقين بيختلف تماما عن من طفل لطفل أو من مكان لمكان. حاولي تشوفي مدرسة كويس في البلد علشان تبدأ تعلم ابنك بشكل كويس عشان يكون مستواه كويس. من حقك انك انت تبقي مثلا ايه، نفسك ابنك يبقى حلو زي البنت، بس ما تحسديش البنت الحلوة اللي معاه أو الولد الحلو اللي معاه. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير، إنما في غبطة. يعني إيه الغبطة؟ والله أنا بشوف الشيخ أحمد ده بيطلع في برنامج حلو، أنا نفسي أبقى زيه، دي غبطة. هو لا يتمنى زوال النعمة اللي عندي، هو يتمنى أن ربنا يدينه نعمة زي النعمة اللي عندي. ده حاجة حلوة محمود، ده في حسد مذموم وحسد محمود. الحسد المحمود هو الغبطة اللي أنت بتتمني أن ابنك يبقى حلو زي بنت فلانة، لكن لا تتمني السوء لبنت فلانة، ده ما فيهوش حاجة عادي. إنما إمتى يبقى ده حقد بقى وحسد وغيرة بقى، وربنا يحفظنا وإياكم، لما تتمني إن بنت فلانة أو ابن فلانة يبقى وحش وابنك يبقى حلو، ده حرام. يا أم شريف سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك يا أختي، أهلا بيك. الله يكرمك يا رب، أنا بنحبك في الله. الله يسعدك وانا كمان، والله ربنا يحبك يا رب. الله يرضى عنك، الله يحفظك. بقول لحضرتك انا ليا سؤالين كده. نعم. انا الحمد لله بقوم قيام ليل وكل حاجه واذكار وكل حاجه، بصوم الثلاث ايام، بس بحلم احلام وحشه قوي، وخصوصا بعد ما اصلي الفجر وانام احلام غريبه بقصص كده وحاجات غريبه كده. ماشي، يعني عايز اعرف ايه، يعني ما اقولكش الاذكار والحمد لله والقران اللي انا بقراه، يعني الحمد لله. حاضر. ده سؤال. وبعدين عايز اعرف الصور اللي في البيت، اللي انا جوزي مثلا متوفي، ولادي، احفادي، الصور، تعليق الصور. هل هي حرام؟ حاضر. وعايزه برضو حضرتك، يعني معلش تليفون حضرتك والوقت اللي نكلمك فيها عشان ما نزعجش حضرتك. حاضر، كلميني بعد البرنامج، الأستاذ هشام هيدي لك رقمي حالا. بعد البرنامج ولا دلوقتي؟ لا هو هياخد الرقم حالا، هيدي لك الرقم تحت الهواء. طب أنا معاك، يعني معايا. خليكي معايا، هو هياخد الخط حالا. شكرا لك. أمة الله، أفضل صيغة للاستغفار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه صيغة. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، هذه صيغة. أستغفر الله، هذه صيغة. فكل هذه الصيغ إن شاء الله تجزئ ويكون لها أثر طيب. ربنا يغفر لنا ولكم يا رب. بالنسبة لأخونا عبد العظيم، يا عبد العظيم أخويا، الله يغفر لنا ولك، العشر أو نصف العشر بيطلع من الزرعة يا عبد العظيم، مش من المقابل. أنت عندك فاصوليا، طلع فاصوليا. أنا نفسي أكل فاصوليا يا أخي، ما تدينيش فلوس. زكاة الزرع تبقى زرعي يا عبد العظيم، زكاة المال يا أخويا تبقى مال. ليه؟ ما تروحش تجيب لي بقى بالفلوس بطاطين وتقول لي خد بطانية، هي زكاة مال. امتى تجيب البطانية؟ لما يكون الفقير محتاجها ضروري، وهو طلب منك وقال لك ما تجيبليش فلوس، هات لي البطانية دي، وهو فقير فعلا تقوم تديله. لكن عندك زرع، انا نفسي يا اخي يبقى عندي قمح زي القمح اللي عندك فتديني من القمح اللي عندك، انا نفسي يبقى عندي ذرة زي الذرة اللي عندك فتديني ذرة من الذرة بتاعك، لكن ما تبيعهوش وتديني فلوس. امتى بقى تديني فلوس بقى؟ لو انت مثلا زارع ورد فبتصدره وبتطلعه للمحلات بتاعه الورد، هتديني ورد اكله ولا تديني فلوس؟ انما الزرع يا عبد العظيم
اللي احنا بنستفيد منه بناكله. بيطلع زرع يا حبيبي، ما تطلعش فلوس. ماشي، ده بالنسبة للإيه، للزكاة. السؤال الثاني هجاوبك عليه بعد ما اسمع مين يا هشام. معلش انا اسف. يا اسماء سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ابو الشهير؟ قولي يا اسماء سؤالك. الله يسعدك، وعليكم السلام. يا ماشي، انا كان معايا عيل واسمه يوسف، بس انا لحد دلوقتي حاسه بذنب كبير. انا ابني ده انا قمت من النوم لقيته ميت، ريحه الكلام ده من قيمتي دي 9 شهور كده. ميت ليه؟ هو ميت ابني ومن اخره جايبه دم. لوحده كده يا بابا؟ كنا بعد الفجر كده. كان تعبان ولا حاجه؟ انا ما كانش عنده اي حاجه، ونايم ورادع ومفيش اي حاجه. عنده كام شهر؟ كان عنده 4 شهور. قمت لقيته ميت ريحه، ميت ريحه. انا من بعد وجايب دم من مناخيره ووشه ازرق خالص. هو انت تكونيش كتمت نفسه؟ هم حماتي بتقول كده، بس الله اعلم. فانا من يومها وانا عيانه ولفت عند الدنيا بحالها، للشيوخ بتاع الدنيا بحالها. هو انت يابا انت منيمه جنبك في المكان اللي انت نايمه فيه؟ ايوه. طب لما انت صحيتي من النوم لقيتيه ميت، كان هو جنبك بالظبط ولا كان بعيد عنك؟ لا كان بعيد عني. هو كان ساعتها بعيد عني. طب انت عندك اولاد تانيين؟ انا الحمد لله الكلام ده من زمان. انا معايا دلوقتي يوسف وادم. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بس الذنب بقى حسن من يومها. هو كان اول خلفي وانا عيانة وبحلم باحلام وحشة ولفت عند شيوخ الدنيا والدين. طيب اسمعي اجابتي يا اسماء، شكرا. عندك حاجة تانية يا اسماء؟ لا شكرا. يا اسماء، اللي بتنام وبتاخدش بالها من نفسها ما تنامش جنب ولادها. عندك اطفال ما تناميش جنبهم، هاتي سرير صغير حطيه جنب منك عشان خاطر ممكن يحدث حاجة واحنا نايمين ما ناخدش بالنا منها. عبد العظيم السؤال الثاني. عبد العظيم، اولاد اخوك ما ينفعش ياخدوا زكاه مال يا عبد العظيم. ليه؟ الزكاه المصارف بتاعتها ربنا حدده. احفظوا معايا كده بهدوء، عشان اهم حاجه ان دي عباده. الزكاه، اخراج الزكاه للاصناف اللي ربنا قال طلعوا لهم الزكاه، دول ما ينفعش نتخطاهم او نزود او نقلل. وربنا قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. اشرح ببساطة يا عم الشيخ. إنما الصدقات للفقراء. الفقير من هو الفقير؟ اللي ما عندوش حاجة خالص. أبيض يا ورد. يا رب يرزقنا وإياكم يا رب، وكفينا وكفيكم يا رب شر الحاجة يا رب والحوجة للناس. إنما الصدقات للفقراء. الفقير اللي ما عندوش حاجة خالص. للفقراء والمساكين. من هو المسكين؟ اللي دخله يساوي نصف حاجته. ببساطة زي أنا ما سألت أخونا عبد العظيم، قلت له الولاد دول بيصرفوا في السنة 10,000 جنيه، دخلهم في السنة 5,000، دول ينفعوا ياخدوا زكاة مال؟ ليه؟ لأنه دخلهم يساوي نصف حاجتهم. واحد بياخد مرتب في الشهر 1,000 جنيه ومصاريفه 2,000 جنيه، يستحق ياخد زكاة؟ أيوة يستحق ياخد الزكاة. لكن هو مصاريفه 2,000 جنيه وهو بياخد 1,800 جنيه، ينفع ياخد زكاة؟ لا، لأن في من هو أحق منه. فأنت يا عبد العظيم إذا كان أولاد أخوك دخلهم أكثر من نصف حاجتهم فلا يجوز أن تعطيهم زكاة، لكن لو دخلهم أقل من نصف حاجتهم تديهم وينفع ان هم ياخدوا الزكاه. ده بالنسبه لاخونا عبد العظيم. يا نور سلام عليكم. اتفضلي يا نور. اتفضلي يا نور. معلش انا ليا سؤال يمكن هتقل عليك شويه. لا براحتك، بس مش براحتك قوي عشان البرنامج قرب يخلص. قولي. اول حاجه ان انا ليا اخ، انا كويسه جدا معاه. بس ممكن تعلي صوتك شويه؟ انا ليا اخ. ايوه. انا بتعامل معاه بطريقه كويسه، بس هو بيتعامل معاه بطريقه وحشه جدا. انت متزوجه؟ لا. طيب كملي.
سألتني بقى، أنا شفت رؤية للرسول بس فيها حاجة حصلت كده، يعني أنا من ساعتها زعلانة. ممكن أحكيها؟ هي صغيرة ممكن؟ بس أنا ماليش في الرؤى يا نور. لا أنا مش عايزة تفسرها، أنا بس اللي عايز في جزء كده صغير بس عايزة أعرف معنى إيه. قولي بس أنا مش هفسر الرؤى. مش تفسر أنا أحكيه ولا لأ؟ ما أنا قلت لك أنا مش هفسر الرؤى، هتقولي مش هفسر خالص. ولا حتى الجزء اللي انا قصدك اي حاجه مرتبطه بالرؤى والاحلام ماليش فيها. خلاص عندك سؤال على راسي. ماشي، هو السؤال اللي انا سالته. نعم، هو السؤال اللي انا قلته. خلاص شكرا يا نور، الله يسعدك. شكرا. الله يغفر لنا ولكم. انا فهمت السؤال الاولاني، الشق الاولاني بتاع اخوك. هروح لسؤال ام رحمه. ايوه، السؤال اللي يوجع القلب اهو بقى، اهو سؤال يوجع القلب والله العظيم. يلا، زعلانين من بعض؟ كلوا في بعض يلا. واذا حد فينا مات هترجعوا تتندموا ومش هينفعكم الندم زي ام رحمه كده. ارتبط موضوعها ومشاكلها انت السبب، مش انت السبب ولا حاجه، هو قدر ربنا، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا عايز انصحك نصيحه كده يا ام رحمه، ما تبقيش ايه يعني، ما تتعصبيش، وحتى لو حد يا اختي غلط فيكي ما ترديش الغلط بغلط. يعني والدك حماكي ضربك، والدك انت غلطتي اصلا، انت ضربتي بنتك، انت اصلا غلطتي ان انت ضربتي بنتك. ربيها يا عم الشيخ. ايوه بس قبل سن 10 سنين حرام الضرب، فتضربوا عيالكم قبل سن 10 سنين حرام، فانت ضربتي بنتك، فحماكي اللي هو جدها اعز الولد ولد الولد جه زعل منك فضربك، انت الاكبر. تضرب البنت الصغيرة ليه؟ مهما تطلع البنت منكوشة وشكلها وحش، يعني هي يعني خلاص الخطاب واقفين على الباب يا أم رحمة، أهدي اللعب شوية. حماكي أبوكي ضربك ولا زعقلك إيه يعني، ما أهدي اللعب شوية، كانش واجب خالص. حماتك وجات البيت عندك وشتمتك قدام أبوكي وأخوكي، ما ترديش عليه. لو الكرسي اللي أنت قاعدة عليه ينطق أنت تنطقي، أنت غلطت إن أنت رديتي. حماتك زي أمك، ولما جت وعلت صوتها عليكي مرات ابنها، ما يصحش انك انت تردي عليها الإساءة بإساءة. تسكتي، أنا آسف بالبلدي كده، بقك ما يتفتحش، ما ترديش، تقولي اللي تقوله. هي زعلانة، قد تكون غضبانة، ما هي زعلانة ليه؟ ما هو ممكن تكون هي زعلانة عليكي من تصرفاتك، مش زعلانة منك بس، زعلانة منك وعليكي ان انتوا وصلتوا للمرحلة دي، والواد مسافر وبتاع، يعني الدنيا ملخبطة. اولا قدر الله، مش انت السبب ولا حاجة، قدر الله، لكن النزاع اللي حصل ده هيظل اثره موجودة. انا انصحك بقى تكني وتهدي بقى، ولا تدعي ولا حسبي الله ونعم الوكيل، واللي ظلمني واللي ما ظلمنيش، كني واسكتي بقى لحد الامور ما تهدأ، والواد نفسيته تهدى كده، ويخش حد من الناس الصالحين يصلح اللي حصل بينك وبينه، وربنا يصلح امرك ان شاء الله. معانا مين يا استاذ هشام؟ يا اخ وليد، سلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ احمد؟ اتفضل يا غالي. اني احبك في الله والله. الله يحبك، الله يحفظك. الله يديك الصحه ويبارك فيك. عاوز مين حضرتك؟ معلش الشخصيه. الاستاذ هشام اديها لك. شكرا يا حبيبي، اتفضل. يا ام شريف، الله يسعدك يا امي ويبارك فيكي ويرضى عنك ويحفظك. الاحلام يا امي دي عباره عن حديث نفسي يا امي، الكوابيس والحاجات دي كلها حديث نفس، فانت ما تفكريش وانت صاحيه في حاجات مش كويسه، وسيبي امرك لله كده، ربنا يسترها معانا ومعاكوا ويجمعنا بيكوا تحت ظل العرش، ونشرب من حوض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونكون في الجنه كلنا مع بعض ان شاء الله. فالاحلام والكوابيس دي ولا تعبري ولا، بس هي عباره عن التفكير اللي انا بفكره وانا صاحيه بشوفه وانا نايم، فما تفكريش في حاجه مش حلوه وانت صاحي، هي بتبقى حديث نفس. وبعدين لو انت شفتي رؤيه مش حلوه اعملي زي سيدنا النبي ما قال، تصحي من النوم ما تقوليهاش لحد، تتوضي يا امي وتصلي لك ركعتين وتستغفري الله 100 مره، لا يضرك كيد هذه الرؤيه ان شاء الله، ربنا يصرف عنا وعنكم السوء. الصور حكم تعليقها في البيت، إذا انتفت شبهة العبادة فلا حرج في ذلك. إحنا مش معلقين الصور عشان نديها ركوع وسجود، إحنا معلقينها حبا في أبينا الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. فإذا كانت هذه الصورة بهذه الطريقة فلا حرج في ذلك ولا شيء فيها. أنت تعبانة نفسيا يا أسماء،
خلاص يا اسماء، اللي حصل حصل. انت اهملتي في ان الولد يتعمل له سرير كويس وينام فيه بعيد عنك، علشان نخاف عليه احسن يحصل له الموقف ده. خلاص بقى، يعني النائم مرفوع عنه الحرج يا بنتي، ربنا يعفو عنا وعنك ويغفر لنا ولكم. ورحت المشايخ مش هينفع، دي حاله نفسيه، اللي انت فيه ده حاله نفسيه. فخلاص ما تلوميش نفسك زياده عن اللزوم، وربنا يبارك لك في اولادك الموجودين، واستغفر الله عما مضى، وان شاء الله ربنا يعوضك خير ويغفر لنا ولكم ان شاء الله. نور زعلانه من اخوها لانه بيعاملها وحش جدا. الشباب اللي بيسمعوني، لو انت شاب كويس ومحترم، يبقى حنيتك وخيرك لاخواتك البنين والبنات، ولو انت كويس هتعاملهم كويس، فهتعلمهم حتى لو هم غلطانين هتعلمهم يتعاملوا صح ازاي من خلال معاملتك الطيبه معاهم. لكن معاملتك السيئه بتخسرهم وبتعمل مشاكل بينك وبينهم. الحلقه بتاعه النهارده انتهت، هشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.